اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، اخيرا دخلنا على حساب ديز دول اللي على التيك توك، اللي من ساعه ما جاب مليون فولو خلاص هي نسيت حسابها، وتقريبا ما بقتش اصلا تعمل عليه فيديوهات خالص. كل الفيديوهات اللي كانت بتنزل عليه يعني مش عارف بصراحه بتعملها برايفت بسرعه جدا. ولو تاخدوا بالكم دلوقتي يا ابطال ان كل الفيديوهات كلها معديه المليون مشاهده، تقريبا دي حاجه مقصوده او هي معرفش عامله هاكر مشاهدات ولا عامله ايه بالظبط عشان تبين ان ده حسابها الاصلي. من يومين تقريبا يا ابطال او 3 ايام، ديز دولي او دول ازهير اللي هو الحساب ده اللي على التيك توك، كانت حاطه صورة تقريبا واحدة يابانية، وقلت خلاص انا هعمل فعلا تحقيق عليها عشان يعني الموضوع ده غريب جدا صراحة. بعدها بيوم بالظبط يا ابطال الاقي ان الوش اختفى، او الصورة الشخصية اتشالت واتحطت الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وكل يوم بتقعد تغير تحط صورة جديدة. ايميل غريب بصراحة، ويعني يعتبر هي داخلة على 10 مليون اعجاب و1 مليون يعتبر فولو كده كده جايباهم، وكاتبة هنا في روبلوكس يوزر تورليو. تعالوا ناخد كده الاسم بتاع تورليو، كده احنا عارفينها هي مين، بس برضه كنا فاتحين حساب التحقيقات احتياطي، ونشوف تورليو. يعني المفروض كده هي بتقول اللي ده حسابي الاصلي بتاع ديز دولي، يعني الحساب ده اللي هو تورليو مربوط بالحساب ده. وخلي بالكو ان هي كمان عملت قناه يوتيوب وانا ما كنتش واخد بالي منها، هي دي ابطال القناه دولي اند بوبي. وتقريبا يا ابطال زي ما شايف قدامي اللي دي القناه الرسميه بتاعتها، لان هي حطها في الاباوت بتاعها. يعني كده نرجع للصفحه، هنلاقيها حطها في الاباوت بتاعها، يعني اللي هي دي كاتبه يوتيوب وعامله ايموشن سهم تحت او ايد لتحت، وهي دي بتقول ان دي المفروض القناه بتاعتها، بس ليه مش منزله فيديوهات كتير؟ مش عارف بصراحه. يعني دي حاجه خلتنا استغرب. لو جينا هنا ونكتب مثلا دولي ازهير نفس الاسم بالظبط بتاع الحساب بتاع اللي على التيك توك، هنلاقي ان شخص ما فتحش من 3 شهور، وعندها صديقين بس، واحده ما اعرفش اسمه تقريبا، انا شفت الحساب ده قبل كده، وما اعرفش 24 فولورز متابعينهم. فواضح كده ان الحساب يعني مفيش حد اسمه كده، بس هو لحد دلوقتي هو حساب ديز دولي ده يعتبر الاصلي، هو ده بتاع الحساب الوحيد اللي فتح من 4 اسابيع ولحد دلوقتي ما فتحش تاني، فتح يغير السكن ده وخلاص. تقريبا هما ممكن يكونوا شارين الحساب ده ابطال من حد معين او من الشخص ده فعلا، وشارينه بفلوس وفي فولورز مثلا كتير عشان يعملوا مثلا بيه الترند ده ويطلعوه على التيك توك. اكيد ابطال دافعين لناس فلوس عشان الترند يوصل كده في البدايه، وان 200,000 واحد يدخلوا على الماب بتاع ديز دول بليس، لان الايميل ده يعتبر هو ده الايميل اللي اتشهر. تعالوا برضك ندخل عشان في 2 جوه بيلعبوا، تعالوا ندخل ونشوف جوه بيعملوا ايه. زي ما انتوا شايفين يا ابطال دلوقتي انا دخلت الماب اللي المفروض دخلها 200,000 شخص دخلها هنا. فالماب دي اللي هو البليس مش عارف ايه ده، هو اشمعنى هنا في نور؟ معايا ابطال حاجات كتيره زي ما انتوا شايفين، هنا معايا 4 حاجات تقريبا. دي اللي هو بنجري بيها بسرعه، تمام حلو قوي. ايه ده؟ ماشي كويس، تعالوا كده نستكشف نشوف هنا في ايه. خلاص ننط هنا. ايه الحاجات دي؟ مش فاهم يا ابطال يعني، بس تقريبا الحاجة دي تقريبا بتبقى في كل ماب، أي ماب بتبقى فيها حاجات زي كده، لكن هل في ماب مثلا ايه ده؟ في شخص داخل معايا بيرتوكس، هلا والله بيرتوكس. طبعا يا ابطال يعني أنا نسيت أقول لكم، أنا تقريبا قلت لكم في الفيديو اللي فات إن أنا صالحت بيرتوكس، وقريب يعني هتلاقوا خلاص بقى هعمل فيديو اللي احنا اتصالحنا، أو حتى لو ما عملتش فيديو فيعني مفيش أي حاجة بيني وبين بيرتوكس دلوقتي، تمام؟ بس يا ابطال، وتعالوا نكمل تحياتنا. واضح كده اللي مفيش اي حاجه هنا، مش عارف انا طالع فين صراحه، بس هو حاجه غريبه ايه ده؟ انا مش فاهم بصراحه يعني المباد دي ليه بتكون معموله كده؟ يعني بص دي ده بحر، انا جاي الماب بالليل، هو بيقول السلام عليكم، تعالوا نقول له استنوا عليكم السلام، بيقول لي عمو بلال. ايه ده؟ ما اكيد عارفني، متابع السلسله البطل. خلصان يا عم بيرتوكس قشطه. يا نهار ابيض. طبعا يا ابطال يعني زي ما انا جيت قلت لكم ان بيرتوكس يعتبر يعني خلاص ساب راندوم تيك، ويعتبر راندوم تيك قلت لكم اللي هو مع اللي هو اوزوماكي، هما الاثنين يعتبر مع بعضيهم، حتى هو اللي عمل لي الماب الرعب، يعني هو مش عارفه يعتبر ابطال الاثنين دول صحاب راندوم تيك وبيرتوكس، لكن معرفش اوزوماكي ممكن يكون فعلا اخو راندوم تيك، لان في اخوه تقريبا قلت لكم قبل كده
لو حدش سمع القصة كاملة، كنت عملتها تقريبا من اسبوعين ولا حاجة، وقلت ان ده يعتبر اخوه، واخوه برضك بيتعلم منه شوية حاجات. ومع ان ناس كتير قالت لي لا لا يا بلال ده اخوه مش بيهكر وملوش دعوة بأي حاجة، بس لا هو فعلا بيدخل ويرخم على اي حد بيلعب ادوبت مي عشان ياخد منه حيوانات وخلاص. تعالوا كده نكلم بيرتوكس. يا ابطال بصوا، بيرتوكس بيطمنا يعني وبيقول لنا ان الحاجات دي او المكان ده اللي هو البليس يعني ما فيهوش اي حاجه، اللي هو مش خطر يعني، ولا تقريبا ممكن ما نعرفش نعمل منه تحقيقات يعني. واضح اللي هو يعني ده حاجه تلقائيه بتعملها لعبه روبلوكس اول ما انا وبتقريبا يعني اول ما اي شخص يعمل ايميل دي حاجه تلقائيه. يعني تلقائيه ده المكان بتاع ايميل اهو هناك اهو. هلا والله هلا والله غرقت الحقني. هلا والله حبيبي اوكي. يعني شوفوا سبحان الله هو عمل جوين معايا وانا وهو لوحدينا في الماب، وفرصه سعيده صراحه مش مصدق. ايه ده؟ هلا هو ده ممكن صوره؟ صوره بالله، صوره بالله. تعال نقول له انت طلعت معانا في الفيديو. يوتيوب ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص ماشي يا ابطال. هو كده ايه بيسلم على اليوتيوب، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. استنوا كده بيقول التاني اللي هينسى الاشتراك واللايك هيهكره. لا لا انا لو منكم هعمل اشتراك ولايك بصراحه. عايز انا طب ما وصلوني 100,000 هنايا اهو. يلا يا ابطال وصلوني 100,000 هنا عشان نخرب الدنيا. فبس كده يا ابطال، واضح كده ان فيديو النهارده بقى قصير. واضح كده يا ابطال ان فيديو النهارده بقى قصير شويه، لان يعني بعد كده في التحقيقات الجايه يعني يعتبر مفيش تحقيقات تاني عن موضوع ديز دولي بالذات حساب التيك توك، الا بقى لو حصل حاجه غريبه. لان لحد دلوقتي يا ابطال انا مش عارف هو فعلا ايه اللي حصل لحد دلوقتي، او يعني ليه هي بتعمل كده. فبس كده يا ابطال فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى اديله.